أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ظهر في التلفاز المحلي في الأسبوع الماضي دكتور جامعي في علم الاجتماع ويقول بأن تاريخ الأمة تاريخ أسود وفيه بلايا وجرائم وخلافات بين المسلمين، ويجب تعليم النشء في المدارس تاريخ المسلمين بدون تشذيب وتغطية، ويزعم أن العصر الحديث أفضل من القرون الأولى، فهل قوله أن العصر الحديث أفضل بكثير من القرون الأولى؟ هذا حين يبكي على الإسلام وأنه يقول العصر الحديث أفضل من القرون الأولى، أفضل من عصر الصحابة، عصر الرسول وعصر الصحابة، هذا متناقض. هو يبكي على الإسلام يقول أن التاريخ أسود وأنه ينبغي تعليم الطلاب التاريخ الأبيض والتاريخ، ثم يرجع ويقول وعصرنا هذا أفضل من عصر السلف، هذا متناقض، وإما أنه جاهل مركب وإما أنه مضلل والعياذ بالله. حنا ما ضرنا إلا أمثال هؤلاء. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا التاريخ نعم التاريخ ما هو كله صحيح، التاريخ يسجل فيه كل ما حصل من صحيح وسقيم وحتى كذب، فيه التاريخ فيه وفيه، لكن يمحص ويؤخذ منه الصحيح. نعم.